اللهم في هذا اليوم أروي أمانينا بماء جودك وكرمك، وحقق لنا الأحلام المعلقة، واجعله يوم خير وعظام تزهر به أيامنا يا رب العالمين. اللهم طمأنينة ونورا بقلوبنا، اللهم أزهر على ضفاف صدورنا كل خير، اللهم ارزقنا قلوبا تتجلى بخشيتك ونعما تدوم بفضلك وأرواحا تهوى طاعتك ولسانا لا يمل من ذكرك. اللهم افتح واختم هذا اليوم بغفران الذنوب وفرح القلوب وأدخل السعادة في كل البيوت، وتقبل منا وارحم من اشتاقت لهم أنفسنا وهم تحت التراب، واعف عنا من صغائر وكبائر ذنوبنا، واجعلنا من المكتوبين لجنتك يا رحيم. اللهم يا من فتحت أبوابك للطالبين وأظهرت غناك للراغبين، يا من تجيب دعوة المضطرين، نحن الفقراء إليك المضطرون إلى عفوك ومغفرتك. اللهم فأنزل علينا رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتلم بها شعثنا وتغفر بها ذنوبنا وتقبل بها أعمالنا. اللهم لا تجعل لنا همًا إلا فرجته، ولا ذنبًا إلا غفرته. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، وأحسن خواتمنا يا عزيز يا غفار. اللهم وظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم افتح علينا من أبواب رزقك الواسعة، اللهم إنا نسألك في هذا اليوم بركة تطهر بها قلوبنا وتكشف بها كروبنا وتغفر بها ذنوبنا وتصلح بها أمرنا وتغني بها فقرنا وتذهب بها شرنا وتكشف بها همنا وغمنا. اللهم اجعلنا ممن عفوت عنهم ورضيت عنهم وغفرت لهم وحرمتهم على النار وكتبت لهم الجنة. اللهم افتح هذا اليوم علينا بطاعتك، واختمه لنا بمغفرتك ورضوانك، وارزقنا فيه حسنة تتقبلها منا وتزكيها وتضاعفها لنا
وما عملنا فيه من سيئات فاغفرها لنا إنك غفور رحيم. اللهم بلغنا ما نود واجعل لنا دعوة لا ترد وهب لنا رزقا لا يعد واجعل لنا بابا إلى الجنة لا يسد. اللهم إني أسألك في هذا اليوم أن ترزقني الرضا وراحة البال. اللهم لا تكسر لي ظهرا ولا تصعب لي حاجة ولا تعظم علي أمرا. اللهم لا تحنيني قامة ولا تكشف لي سترا ولا تفضح لي سرا. اللهم إني أسألك مغفرة تشرح بها صدري وترفع بها ذكري وتيسر بها أمري وتكشف بها ضري وترفع بها ضري إنك على كل شيء قدير. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. اللهم أبدل حزني فرحا وهمومي سعادة وضيقي فرجا وارزقني يوما أفضل من أمسي فليس لي سواك يا رب. أسألك اللهم في كل يوم جديد زدته في حياتنا أن تزدنا معه إيمانا ورزقا وسعادة وتوفيقا. اللهم افتح واختم هذا اليوم بغفران الذنوب وفرح القلوب وادخل السعادة في كل البيوت وتقبل منا وارحم من اشتاقت لهم أنفسنا وهم تحت التراب واعف عنا من صغائر وكبائر ذنوبنا واجعلنا من المكتوبين لجنتك يا رحيم. اللهم يا من فتحت أبوابك للطالبين وأظهرت غناك للراغبين يا من تجيب دعوة المضطرين نحن الفقراء إليك المضطرون إلى عفوك ومغفرتك. اللهم فأنزل علينا رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتلم بها شعثنا وتغفر بها ذنوبنا وتقبل بها أعمالنا. اللهم في هذا اليوم لا تردنا خائبين وآتنا أفضل ما يؤتى عبادك الصالحين. اللهم ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين ولا ضالين ولا مضلين واغفر لنا إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين.